You could be my one and only. I can be your own. Come on, let's take it slowly. I'll show you how it's done. أهلا، كيفكم يا أحلى متابعين؟ اليوم حسوي لكم عصاير من قطة التيك توك، وهذه أول مرة أجربها. تابعوا الفيديو الأخير، لا تنسوا تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس، تضغطوا اللايك. يلا نبدأ. هنا عندي كريمة وردية، حغمسها من طرف الكاسة من فوق. وهذا السكر الوردي حسويه على أطراف الكاسة زي ما سوت القطة. ضفت 3 حبات فراولة مع سكر الوردي وهرستهم. حليب بالفراولة وبيج صودا طبعا، لا ننسى الثلج، وحطيت الكريمة من فوق ومع الفراولة. كذا العصير جاهز، طعمه مرة حلو، أعطيه 10 من 10. وهذا العصير الثاني، عندي هنا سكر أحمر، حسوي نفس الطريقة الأولى. حطيت الثلج وشكلت البطيخ على شكل كرة. ضفت عصير بطيخ والزينة، الطعم كان حلو منعش، وأعطيه 10 من 10. تجربة العصير الثالثة، قطعت 3 شرايح من الخيار حاولت أثبت الخيار بس ما رضي يثبت. يمكن لأن كاستي دائرية مو مربعة زيها. المهم نفس الفكرة، ضفت الثلج هنا وضفت سبرايت هنا، هو عصير خيار، طعمه الصراحة منعش، وهذا أكثر عصير عجبني، أعطيه 10 من 10. وهذا العصير الرابع هو آخر شيء،
بعد ما هرست البرتقالة ضفت الثلج، ضفت الكوفي وحطيت فوق العصير مارشميلو. الطعم مو حلو مرة، بس راح أعطيه 7/10. وهذه العصائر اللي سويتها، هذا أول عصير، وهذا ثاني عصير، وهذا ثالث عصير، وهذا رابع عصير اللي هو الأخير. كذا وصلنا لنهاية الفيديو، إن شاء الله يكون عجبكم. لا تنسوا تضغطوا على اللايك والسبسكرايب وجرس الإشعارات. باي، نشوفكم فيديو جاي.